السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا عنف أسري، أكثر حملة إعلامية دعوية علمية ثقافية هذه الحملة لمعالجة العنف الأسري، وأقترح محكمة للعنف الأسري يكون شأنها التأديب والتأهيل للجفاة والقساة. اتصلت بي في قناة فضائية امرأة قالت إن زوجها ضربها وكسر يدها وأخرجها من البيت ليلا كاملا، هل هناك إنسانية أو ذرة شهامة؟ هل عند هذا الإنسان بقية من إيمان أو إسلام أو شهامة أو مروءة بقيت معه في قلبه أو رحمة أو حنان؟ انتهى الأمر. وهناك عنف ضد الأم والأب، بلغ ببعضهم قاتلهم الله أن مد يده على أبيهم، بل بعضهم قاتله الله وعذبه الله قتل أبوه. وعنف ضد الطفل، أعرف طفلا عذبه أبوه، أمه متوفاة تزوج امرأة أخرى، عذبه إلى درجة أن رفعت القضية لبعض الجهات. عنفك ضد زوجتك وضد ابنك وبنتك سوف تدفع الثمن في الحياة أو في الآخرة، اختر لنفسك. كيف تريدون أن يرحمنا الله ونحن ما رحمنا أنفسنا وأهلينا وأمهاتنا وبناتنا وأخواتنا؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشش الأرض. كيف من حبس امرأة وطفل؟ شاركونا في حملة ضد العنف الأسري بكلمة، بموعظة، بخطبة، بمقالة، بتغريدة، بدعاء، بتوجيه، جزاكم الله خير.